دل على سلامتك يا ابو عبد الله. الله يسلم ساعتك يا باشا. باشا بسلم عليك يا عبد الله. معقول يا عبد الله خراب يا الله يا فرج. امسك نفسك يا عبد الله. عبد الله امسك خد الواد الصغير ده خراب. فرج سلام القول رب الرحيم. سلام القول رب الرحيم. سلام القول رب الرحيم. معلش اصل الواد زعلان من سعادتك يعني من ساعه ما الاستقبال الحافل لما وصلنا يعني كان استقبال يعني الواد مش ناسيه خالص يعني. انت لسه شفتوا حاجه؟ يا باشا ربنا يديكوا الصحه كده ويخليكوا لينا يا رب. الحمد لله على سلامتك انت كمان يا متر. الله يسلمك يا سعاده الباشا. نقول ايه بقى؟ نقول ايه؟ ايه؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. اللهم قوي ولك النصر. والله الواحد مش عارف يبتدي معاكم منين. انت بالذات يا محفوظ. مش عارف ابتدي معاك منين. كان باشا على اني مشيت من غير ما استاذن فدي تعتبر فعلا اساءة ادب. بس على كل حال دي غلطتنا واحنا متحملينها. انما ايه اللي انت عملته في خليل سعدي ده؟ ها؟ ايه اللي تتقلق ده؟ خليل سعد مين يا باشا؟ أبو وليد. أبو وليد؟ على عموم ربنا خليل وليد بس أنا ما أعرفش حد بالاسم ده. يا راجل! يا راجل ده الراجل بين الحياة والموت بعد ما شحنته كهربا لحد ما فيص. فيص؟ أنا بصراحة يعني صدقني سعادتك أنا مش فاهم أنت بتتكلم على إيه. بلاش خليل سعد. إيه اللي عملته في مرات المتر وابنه؟ ها؟ رات نصر ولاده. اه نصر. انا عملت حاجه مع مراتك ولادك يا نصر؟ ها؟ لا 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 طبعا لا ما عملش حاجه. هو عمل ايه مع مراتي ولادي ساعه الباشا؟ يا سلام ما ربطهمش وربط ابنك ومراتك وهددكم بتفجير البيت. ايه ده؟ ربطتهم وهددتكم بتفجير البيت يا نصر؟ انا؟ لا 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 طبعا يا محفوظ. بس 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 افتكرت خلاص. افتكرت ايه؟ افتكرت يا محفوظ افتكرت. شوف يا سعاده الباشا اصل انا مراتي بتحب تتفرج على افلام امريكاني كتير قوي قبل ما تنام وكمان بتلعب فيديو جيمز عنيفه جدا مع الواد الصغير. يا سلام فيديو جيمز. فيديو جيمز يعني ما رحلكش البيت عشان توصله لابو خليفه؟ ايه ده؟ ازاي يا باشا؟ سعادتك الافوكاتو نصر هيعرف واحد ارهابي زي ابو خليفه؟ امال انت تعرفه منين؟ يا باشا مش كده يعني. انت عرفت طريقه ازاي؟ انا؟ ايوه انت. مين اللي وصلك ليه؟ انا باشا سالت واللي يسال ما يتوهش. مشيت بنور الله لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى الهمني ووصلت له. يعني زي ما بيقولوا كده في المثل يقول ايه في المثل اللي هي لو اتت ايه؟ لو اتت لا اللي هي الحظ لما يواتي يخلي لا مساعاتي. يعني نصر ما وصلكش ها؟ نصر؟ انت وصلتنا نصر؟ نهائي. يا سعادة الباشا يا سعادة الباشا انا ليه بس اعرف الاشكال دي؟ حضرتك انا زي ما انت عارف رجل قانون واحب امشي عدل. طب امال كنت بتعمل ايه هناك؟ انا ابدا كان عندي كده مشوار عند واحد معرفة في حلوان. امال الراجل اللي معاك حذيفة بيقول غير كده خالص. والله ساعة الباشا يقول لي يقولوا البينة على من ادعى واليمينة على من انكر. طب والإصابة الطلقة الرصاصة اللي دخلت في دراعك وطلعناها لك دي؟ الرصاصة لا دي حكاية بسيطة قوي يا سعادة الباشا. حضرتك انا اصلي كنت بنضف المسدس بتاعي المترخص طبعا طلعت مني طلقه دخلت في دراعي ادي كل الحكايه. تحب حضرتك يعني احكي لك على الوقائع بالظبط؟ والله عارف احسن نصر لو حكيت تحكي له على كل اللي حصل. لا 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 انت هتعرف تحكي احسن. انا احكي وانا اللي ضربت رصاص يا نصر. يا اخي انت بتعرف تحكي عموما. انت ماسك المسدس طرب الطلقه غلط احكي خلاص خلاص
انتوا طبختوها سوا وانتهى عشان تطلعوا من الحكايه. باشا باشا انا خايف على احبالك الصوتيه. مصرف حاجه لاحبالك يا باشا، مصرف حاجه لاحبالك. بعدين يعني لو سيادتك شايف انك ممكن تمسك حاجه امسكها. وانا بديك حقنه ولا ايه؟ ايه يا ابويا ده؟ ايه ده؟ هو حابب يتكش على زمان ولا ايه؟ زمان ده اللي هو امتى؟ انت طول عمرك بتفصل منه الدنيا محفوظ. انا بقى هضطر انزل اشيل شويه هدوم جديده. ماله واجب برضه يا محفوظ؟ يا اخويا ارفع ايدك كده. ما تعرفيش انت مسيب جيراننا اللي فوق اهو خلقت على طول. يا ستي يا ستي لو فكرني نطعه مختوم على قلبي يا غلطانه. ما تعرفيش تنكروا لما كانوا بيسألوا عنه. تنكر دي تحش تنكر ايه ده؟ تنكر دي تحش تنكر اصل بحضرتش ولادته. مش الخال اللي عمال تجيها لك معلش. ولادته ايه؟ هدي نفسك يا ابني. الله الله يسيبك. هدي نفسك. سيبكم سيبكم. انت انت واقفه لسه كويس كويس بشكل محفوظ كويس. اه قوم انت قوم انت يا اختي في الاخير دول. عم بيطلع اه قوم انت فين يا عم حبيبتي؟ مسكوا من حبيبتي. تعال خشوا جوه. تعال يلا نخش جوه. معلش يا اختي استحملي شويه. مش قادره استحمل. مش قادره. كل يوم ضرب واهانه وماديين. مين يا رب تستحمل كل ده؟ لا تتقطع ايده بعيد. هو يعني عشان ما انتوا يوتن هيعمل عليك راجل كل شويه؟ على الله حد يعرف يهديه بدل ما هو عامل بره زي الطور الهايل. بقى ده جزاتي؟ ده جزاتي ان انا شايله زي ما اكون امه مش اخته. يا رب انا مش قادره استحمل ده. انا كنت طالعه لمنه غسيله. العيب مش عليه، العيب على اللي ملموم عليهم وحاشين له دماغه بكلام غلط. وانا مش هستنى لحد ما يعمل لي عاهه والله يضيع لي عيني. أنا مش هستنى مش هستنى ما أقدرش أستحمل. شخص زي ده هتعملي معاه إيه بس؟ خد يا حبيبتي. أنا ممكن أسيب له البيت وأهرب. أهرب وأسيب له البيت خالص. أوعي يا يمنى. الهروب يا حبيبتي مش هو الحل. سأليني أنا. يا ربي بس كده. لو بتتحمى في الولاد ده اهدى 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 بالله كده يا استاذ. اسمك كريم اشرف مش كده؟ كده ولا مش كده؟ انت مين اصلا؟ وباي حق تتهجم عليا؟ ده المصيبة السوداء اللي احنا فيها دي. ايه يا خال في حاجة ولا ايه؟ في حاجة ولا ايه؟ نعم نعم انت عشان كمل نومك. انت جاي شقيان؟ نعم نعم يا حبيبي. بتقول انا اللي اتهجمت عليك؟ اه يا سبحان الله. ده انت يا راجل اللي اتهجمت على البنت الغلبانة وعصرتها كانت هتفرفر في ايديك. يا راجل يا راجل بنت حاملة زي العصفورة الرقيقة وانت بسم الله ما شاء الله بخل بخل. يا اخويا اختي وبربيها. انت مالك انت بتتحشر ما بيننا ليه؟ ماشي يا عم ممكن يكون عندك حق بس افهم بس يعني البنت دي اجربت في ايه؟ يمكن استفيد يا اخي. انت يا اخويا لو عندك بنت في سنها ترضى انها تتكشف على رجال وبشعرها؟ انت رايك ايه؟
رأيي ايه؟ واحنا هندخل لبعض قافية هتقول لي رأيي ورأيك؟ ده كلام ربنا. انا غلطان اني ما اكبرتهاش على النقاط. اما جوزتها الاول نطع يخبط على باب الشقة وهو بقى يبقى يشيل ذنبها ويصطفه. لا 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 يا اخ اشرف، مفيش حد بيشيل ذنب حد، كل نفس بما كسبت رهينة. يا راجل يلا كده ننزل نصلي العصر جماعة في المسجد تحت، وبعدين بعد كده نبقى نتكلم. عيب لما تنطر ايدي، عيب. راجل كبير، راجل طيب. انت راجل حشري. اغير بس الجلابية وبعدين ابقى اجي معاك. اخرب بيتك حامل وسنينك. يلا يا سيدي يلا قوم نصلي العصر. نروح؟ لا نصلي العصر. سامح هو جاب لك صوته بيجلجل. الله اكبر الله اكبر. ايه يا شروف مش جاي معانا؟ يلا حبيبي يلا شوف يلا حبيبي يلا سوق يلا. دوري ما قلتيش ان شاء الله عنك ما دورتي. اتأخرنا حضر كاميرا سعيدة. اهلا انتوا تاني؟ هو انت ما فيش حد غيرك في الحارة دي ولا ايه؟ اصل احنا بعيد عنك ما بنزهقش. عايزين مين؟ هو هنا؟ هو فين؟ الاستاذ محفوظ؟ ايوه مش موجود. يعني ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا زي ما انت وزا. ايه ده؟ ده كلام يا راجل. يبقى صلى كده ما عملتش حاجة معاك. المفروض الصلاة دي تكون هدت نفسك، خليتك أحسن وغسلتك من جوه. يما ما يبقاش ليها لزوم خالص. أيوة الصلاة مش مجرد شوية حركات كده بنعملها، قيام وركوع وسجود. الصلاة أكبر من كده بكتير، زي ما الدين كده أكبر من اللحية اللي في وشك دي. الله. أيوة والدين برضو أكبر من حتة القماش اللي نسيت أختك تحطها على دماغها قبل ما تطلع البلكونة. الدين أخلاق قبل ما يكون عبادات يا أخ أشرف. لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال رفقا بالقوارير. قوارير زجاجة الرقيقة الصنع والدقيقة الصنع الهشة.